وللمزيد فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المنتظر، يحضر معنا في الاستوديو السيد محمد شفيق صرصار، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. سيد شفيق، أهلا وسهلا بك. أهلا بك. إذن في البداية، أزمة أسبقية الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، حسم الأمر في الفصل، لكن ما هي الانتخابات التي ستجرى أولا؟ هل ستكون التشريعية أم الرئاسية؟ هل نحن إذا هذا تجاذب في المسار الصحيح، وهل تؤثر هذه التجاذبات على عملكم كهيئة؟ هذا يؤثر تأثير بالغ، واحنا يظهر كيما المواطنين ما احناش فاهمين هذا التأخير المبالغ فيه، لأنه إذا كان حسبنا أنفسنا في الفصل نبدأ نحضر أنفسنا لروزنا ما تتعلق بالفصل، فقط يجب أن نؤكد الموعد وأي انتخابات سنبدأ بها. وأنا نحب نذكر حاجة، اليوم تعالت بعض الأصوات تقول بأن أين الهيئة، لماذا لم تقوم الهيئة بحسم هذه المسألة؟ هنا فما ثلاثة نصوص، هي دستور، القانون الأساسي المتعلق بالهيئة، والقانون الأساسي المتعلق بالانتخابات. هذم الثلاثة فرضوا بعض الأحكام المتعلقة بتحديد الموعد وبمن يحدد الموعد وبمن يدعو الناخبين للتصويت. هذه الفصول مش احنا نعملها، ليست الهيئة التي قامت بوضعها، لكن الهيئة لا يمكن أن تخرق مثل هذه القوانين، لا يمكن أن نؤسس انتخابات نريدها تعددية وشفافة ونزيهة وديمقراطية بخرق هذه القوانين. إذن الهيئة اليوم قدمت عدة عناصر موضوعية، قالت هذا كيف يجب أن يتم الأمر، راهو باش ما نخسروش الوقت سنبدا في 23 جوان في عملية التسجيل، لكن يجب قبل هذا أن يحدد السياسيون موعد الاقتراع. علاش؟ على خاطر احنا باش نقيدوا اللي مش وصل 18 سنة كما يقول القانون، ويوصل 18 سنة قبل نهار الاقتراع بنهار، يلزمنا نعرف شو طريقة نهار الاقتراع. إذا اليوم راهو التأخير هذا مبالغ فيه، وراهو معناتها قلنا من قبل رانا اقتربنا من مرحلة خطيرة برشا قد تهدد السير العادي للانتخابات، وهذا علاش معناتها ماذا بينا في أقرب وقت يقع حسم هذه المسألة وفق القانون تبقى النصوص الموجودة. طيب، هل يمثل الفصل في حد ذاته، الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية، هل يمثل إشكال لعمل الهيئة؟ بالنسبة لعمل الهيئة قلنا هذا ووضحناه وقت مشينا للحوار الوطني، قلنا لكل خيار تو بالوقت الضيق هذا ضغوطاته وكراهيته، قلنا راهو في بشكل مطلق راهو ما فماش اشكال، لكن راك اذا كان مش تاخذ الحد نتاع 2014 مش تنظمهم، اذا كان مش تعمل بالفصل راهو مش تلقى فما منطقة في بين الانتخابات مش يوقع فيها التداخل، يعني انك ما سكرتش تماما الملف الاول باش تبدا في الملف الثاني في الانتخابات من نوع ثاني. هذا هو السلبية، نجم نحدوها بالوقت قداش، نجم نحضروا انفسنا لهذا، لكن يلزمنا من تو نحدوا شكون بمن انتخابات مش نبداو. ما تنساوش حاجه، اللي عمليه الاقتراع راهو مش الهيئه فقط تعمل فيها، الهيئه تعمل وتعد الانتخابات مع التعاون مع مجموعه من المؤسسات كما المطبعه الرسميه. المطبعه الرسميه يلزمني من تو نقول لها راهو قداش حاجتنا بورقه اقتراع، ورقه اقتراع هذه فورما 3 ولا فورما اكاد، هذه هي الضغوطات. هذه الاشكاليات مثلا يتبادر الى ذهن السؤال، خاصه في الشارع اليوم في تونسي، مساله الامن، نجم نامن يعني نستطيع ان نامن موعد انتخابي واحد افضل من موعدين، ثم الكلفه الماديه ايضا. هذه الكلفه الماديه، الكلفه الامنيه، كلها موجوده، والمخاطر، المخاطر الانتخابيه فما شكون يصنفها الى 36 مخاطر. هذه قد ما تحضر نفسك كل نهار تربحه هو نهار ربح لتنظيم انجع للانتخابات، كل نهار نضيعوه، خاصه نحن نضيعوا تو نهار السبت ما صار حتى شيء، نستنى نهار الاربعاء. علاش نهار الاربعاء؟ المساله هي معناتها اعتقد بانها رهانات سياسيه، مساومة سياسية يجب حسمها. إذا تقريبا الآراء المختلفة موجودة أمامنا، فما فصول احنا قلنا وقت قدمنا رؤية الهيئة قلنا هو شنو العناصر التي يجب أن نحذر منها، مثلا الفصل 102 من القانون الانتخابي اللي حد لنا بعض المواعيد فيما يتعلق بضبط الدورة الثانية من انتخابات الرئاسية. طيب، هذه يجب أخذها بعين الاعتبار في تحديد الخيار اللي مش نمشي فيه. طيب، على ذكر المسألة المادية، مسألة إرجاع الأموال اللي وصلت تقريبا 8 مليارات من مليمات، كيف ستتعاملون مع القائمات أو الأحزاب التي احنا القانون هنا أعطانا مهمة، هو اللي يجي يترشح إذا ثبتوا بأن وضعيته في هذه في هذا الإطار مسوية ولا ما يقبلش ترشحه، لكن مؤسسات الدولة عندها مؤسسات الدولة لفرض بالقوة استرجاع هذه الأموال، وقد ما نفرض إمكانية استرجاع هذه الأموال قد ما يكون درس للمستقبل، باش ما الناس ما تعاودش نفس العملية، إذا يجب أن نعمل على استرجاع تلك الأموال، راهي أموال الشعب في آخر المطاف. اثنين، هذا مش يرشد فيما بعد عملية الترشح، باش ما يجيش أي إنسان
طمعا في المال العمومي يترشح فقط لنيل منحة من الملاحة. طيب سيد شفيق، يعني نأتي الآن إلى عمل الهيئة، والذي يبدو أن التأخير الحاصل أثر عليكم كثيرا، وأيضا التجاذبات السياسية، يعني بداية تسجيل الناخبين ستكون يوم 23 إن شاء الله. طيب هذا يعني فيه أيضا تأخير، لكن سمحني ديما نقول راهو 23، وبعثنا مراسلة إلى السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي. نعم. قلنا له فيها راهو ضروري الهيئة باش تبدأ فعليا في التسجيل، على خاطر تو أنت تبدأ مش تحضر، مش تحضر باز دوني نتاعك، مش تحضر كل هذه العناصر، التطبيقات الاعلاميه. طيب هنا سيكون السؤال سيد شفيق، يعني تقريبا شهر واحد سيكون لتسجيل انطلاقا من يوم 23 جوان، هل سننجح في تسجيل تقريبا 8 ملايين مواطن تونسي، مع العلم انه الانتخابات هذه ستكون اصعب في سنه 2011، الفتره كانت اطول ليست بشهر، ولكن لم نوفق الا في تسجيل 4 ملايين. هذا سؤالك ممتاز، السؤال هذا شنو؟ احنا ما احناش باش نستهدف 8 ملايين، احنا عندنا 4 ملايين مقيدين، 4 ملايين و300، شنو لازم هذم اذا كانك انت قيدت في انتخابات 2011 في منطقه معينه وما بدلتش المكان نتاعك، ماكش في حاجه الى اعاده التسجيل، يعني انك مسجل. اذا هك الاربع ملايين الموجودين عندنا في القاعده نتاعنا هذاكم يعتبروا مسجلين اراديا، لانهم سجلوا اراديا حاجه برك ان يحب يبدل مكانه، ولا احنا اذا كان ناخذوا عبر المعطيات اللي مش ناخذوها من بقيه المؤسسات نحينوه، اذا كان شخص متوفي، اذا كان شخص عنده منع من الموانع يتنحى من هيك القائمه. اما ديجا عندنا اربع ملايين تقريبا اللي احنا تو نستهدفوا فيهم في عمليه التسجيل، يلزمنا نقنوا لاربع ملايين من الناخبين. احنا مش اربع ملايين على خاطر الاحصائيات بدات تخرج تو تاع مركز معهد الاحصاء، ويبدو أن العدد أقل شوية. حاجتنا بالناس هذو اللي في 2011 ما اقتنعوش بالتسجيل باش نحاولوا نقنعوهم بضرورة حقهم. علاش؟ لأنه المرة هذه اللي ماهوش باش يلقى نفسه مسجل لن يصوت. إذا أنت سجل وبعد ما تحبش تصوت حقك، خاصة أنه يعني التسجيل يعني فيه أكثر من طريقة. يعطيك صحة. حتى نختم معك سيد شفيق، موعد الانتخابات العدد التنازلي يعني بدأ يقترب أكثر فأكثر، الدستور يعني ينص على في فصل 148 على ضرورة إجراء الانتخابات قبل موافة هذه السنة، هل الهيئة في خضم هذه المعطيات والمجريات في الواقع جاهزة لوجستيا وبشريا لإنجاز هذه الانتخابات، أم أننا لا قدر الله سنكون مع خرق للدستور؟ الهيئة تعمل ليلا نهارا على أن تكون في أتم الاستعداد لأي المواعيد هذه القادمة، هذا ما غير حتى خط. الإشكال احنا نتاعنا وين؟ قاعدين نخدموا على أساس أنه ينجم يكونوا عندنا 3 انتخابات، 2، 1، ما نتزم ما نعرفوش. إذا العمل بهذا التعب الكبير وأنت ما تعرفش رؤية، هذا يزيدك إرهاق ويخليك معناتها ماكش متقدم بأكثر وضوح. احنا اللي حاجه نفهم من هذا انه يعني الرجل الاول في الهيئه وكانه متخوف من عدم امكانيه يعني تحقيق الانتخابات. لا احنا بالنسبه لنا كهيئه حملوا المسؤوليه للاحزاب، ممكن بالنسبه للهيئه احنا قاعدين نقدموا هذا. علاش قدمنا قبل الوقت؟ احنا نقول قايل علاش نقول 23 جوان، قلنا نستناو، ما حبيناش نستناو. علاش؟ لانه هذا كان نزيدوا نوخروا وقت نهدوا، احنا يولي تهديد من تقصير من احنا. قلنا عملنا خطوه استباقيه وعطينا الباق، قلنا 23 جوان رانا مش نبداو، رغم انه تعرفوا بان المشاكل اللي تلاقيناها في البدايه كبيره وكبيره جدا. هذا عملناه، قلنا 23 نبداو ان شاء الله التسجيل، يوفى في 23 جويليه وننطلقوا في بقيه المحاور. اذا ما نحبوش تكون عمليه التاخير راهي وزر من اوزار الهيئه، الهيئه قاعده تخدم وبربي يعاونونا فقط بتقديم هذه العناصر المتعلقة بالمواعيد الدقيقة للانتخابات. طيب استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية، أموالكم أيضا المقرات الجهوية، وبعدكم عن التجاذبات السياسية، وكنتم تحدثتم أن يعني البعض يتساءل أين الهيئة في المقرات. بالنسبة للمقر، المقر المركزي مشينا في الإجراءات، جات أملاك الدولة مشكورين الحق، طلبناهم وتقدموا بسرعة، عملوا الاختبار باش يحددوا قداش القيمة، على خاطر تعرفوا بالنسبة لأي أشخاص من الأشخاص العموميين كي يجي يكري، وقت يجي يكري يلزم أملاك الدولة تجي تقدر القيمة باش ما يوقعش تلاعب بضمان أكبر. دونك احنا اتفقنا في هذا، وإن شاء الله في الأيام القادمة سيتم إمضاء العقد مع صاحب المحل اللي هو من الخواص. بالنسبة للهيئة الفرعية تقريبا قعد عنا مشكل في جندوبة وفي الكيف، بقية المشكورين معناتها أملاك الدولة والسادة الولاة في أغلب المناطق الحق تعاونوا في هذا الإطار وقدمنا في هذا الحل. أكثر من هذا قمنا بانتداب المنسقين الجهويين والمسؤول المالي والإداري، وعملنا لهم ديجا فورماسيون تكوين في بداية الأسبوع هذا المنقضي،
ومش نبداو اذا قاعدين نقدموا بهذه الخطى الحديثه. بالتوفيق سيد محمد شفيق صرصار رئيس الهيئه العليا المستقله للانتخابات، اشكرك جزيلا.